كابتن نائب، يعني كيف تعلق لنا على إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بما فعلته لجنة العفو الرئاسي؟ مساء الخير على حضرتك مساء وعلى الخير. السادة المشاهدين. حقيقة حديث وزير الخارجية الأمريكي دائما بنشوف أنه كل الجهات الدولية أصبحت الآن ترى في عمل لجنة العفو دور مهم وكبير. هذه شهادة دولية هامة. هذه الشهادة الدولية الهامة من وزير الخارجية الأمريكي لها دلالة مهمة. هذه الدلالة أن مصر الجمهورية الجديدة في هذه المرحلة تأخذ مأخذ الجد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، القضايا المتعلقة بملف العفو الرئاسي، ملف الحوار الوطني، وهي كلها قضايا مرتبطة ببعضها، وأيضا ملف الحريات الدينية. إحنا بنشوف في لجنة العفو الرئاسي أن هذه الشهادة الدولية الهامة لم تكن لتأتي لولا الدعم المتواصل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل لجنة العفو الرئاسي، لأيضا توسيع نطاق عمل لجنة العفو الرئاسي لتشمل إعادة الدمج والتأهيل للشباب الذين تم الإفراج عنهم من خلال عمل لجنة العفو الرئاسي، حيث ساهمت اللجنة يعني بالإفراج عن أكثر من 1200 شاب، وبدأت مشروع طموح يعني مع تنسيقية نعم، شباب الأحزاب والسياسيين من أجل إعادة دمجهم و جميل. تأهيلهم في الحياة العامة. إعادة دمجهم هم كام؟ يعني حتى هذه اللحظة هل عندنا رقم محدد لمن تم الإفراج عنهم؟ أنا قلت إنه تم الإفراج عن 1200 شاب. 1200 شاب، كويس بالضبط، جدا. وبدأ مشروع لإعادة دمجهم والتواصل معهم لحل المشكلات التي قد يتعرضوا تمام، لها نتيجة محبسهم، سواء كانت متعلقة بفقدانهم لعملهم أو فقدانهم لدراستهم. وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة بيتم حل هذه المشكلات. اللي بشوفه إنه هذه الشهادة، وأنا لمست ده كوكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ما هو بنلتقي ده مع برلمانيين. ملف حقوق الإنسان كان حاضر بشدة النهاردة. صحيح، وبشوف ده زي ما بقول لحضرتك في لقاءاتي مع برلمانيين دوليين او مع مسؤولين غربيين. دائما بنرى ان هناك اهتمام كبير جدا من العالم الغربي بدور وعمل لجنه العفو الرئاسي، وان شاء الله اللجنه هتستمر في اعمالها. وبنشوف انه هذه الشهادات بتؤكد انه مصر القويه قادره دائما على انها تفتح صفحه جديده مع مجموعات من الشباب الذين ربما خالفوا اجراءات قانون التظاهر او تم حبسهم لسبب او لاخر في ظرف زمني مختلف او في ظرف نعم، سياسي مختلف. الان في قوه الدوله المصريه وفي اطار الجمهوريه الجديده بنتخذ اجراءات نحو مزيد من حقوق الانسان، وده كله متصل ايضا بالاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان التي اطلقها السيد الرئيس في 11 سبتمبر بالضبط. 2021. طيب، في يعني عدد قريب هيخرج؟ احنا طول الوقت شغالين، ويعني من ايام قليله كان في قائمه مكونه من 31 اسم، ان شاء الله قريبا بيجري الاعداد لمجموعه جديده، واحنا مستمرين العمل على مدار اليوم، يعني وان في شاء الله قريبا 31 اسم هيخرجوا قريب، ولا في لا مجموعة دول بعدهم خرجوا، فعلا؟ بالفعل من ايام، واحنا ان شاء الله بيجري العمل على مجموعات جديده قريبا. مش هقدر اقول بس التوقيت الزمني لانه بتستكمل تقريبا الاجراءات كام الان. واحد لا اللي برضو جاي؟ ما عنديش ما الحصر فيش دلوقتي، لكن ان شاء الله هتكون مجموعة برضو قريبا هيتم الاعلان عنها. هل فيهم اسامي نعرفها؟ لا احنا انا لا يعني طول الوقت ما بجاوبش على الاسماء. انا اللي يهمني بنفحص كل الشكاوي تمام. بغض النظر، هذه الحالات مشهورة او مش مشهورة. احنا بنتكلم على لجنة يعني بتدرس كافة الحالات وفقا للمعايير وليس وفقا ل مدى هو من المشاهير ولا لا. انا بالنسبه لي أنا المعايير ليه اولا. بسأل السؤال ده؟ لأنه دايماً بيبقى فيه كلام عن اللجنة إنه اللجنة بتركز على المشاهير، فكده حضرتك جاوبت. انا طول الوقت اللجنه بتعمل وفقا لمعايير معينه، واحنا بنفحص جميع الشكاوي التي تصل الينا بغض النظر كان الاسم مشهور او صحيح غير مشهور. صحيح. أشكرك شكراً جزيلاً النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي.